ولمناقشة هذا الملف ينضم إلينا مباشرة من أربيل النائب عن تحالف القوى العراقية رعد الدهلكي. سيد رعد، أهلا بك إلى نشرتنا لهذا اليوم. يعني سمعت التصريحات التي صدرت عن يعني نواب من التحالف الكردستاني، هناك نوع من التردد، هناك نوع من المفاوضات الجديدة كأنما تجري بين النواب بخصوص مصير الوزير خالد العبيدي. هل تعتقد أنه ستسحب الثقة عنه ويقال في الجلسة المقبلة لمجلس النواب؟ بعد التحية والتقدير لك سيدي الكريم ولمشاهدين هذا المنبر الكريم. اليوم في الأمس صوت البرلمان على عدم قناعته بالأجوبة، وهذا لا يعني إقالة الوزير، بل هناك مفاوضات وهناك دراسات وهناك حراك سياسي لا يخفى على الجميع على بقاء البعض، يذهب إلى بقاء السيد العبيدي في مكانه وما هي تأثيراته إذا ما أقيل على الوضع الأمني، وخصوصا نحن نقوم في معركة ضد داعش. هذا من جانب، والجانب الآخر هناك حركات أخرى تعمل على إقالة السيد العبيدي، وهناك تبريرات بأنه الوضع الأمني لا يتأثر بوجود السيد العبيدي، وخصوصا وأن السيد العبيدي هو شخصيا من قال بأنه ليس لديه صلاحيات أو كثير من صلاحيات مسحوبة من يده. لذلك هناك حراك لحد هذه اللحظة. التصويت على عدم القناعة لا يعني التصويت على الإقالة، وكذلك عدم التصويت على عدم القناعة لا يعني على التصويت على بقائه. لذلك لحد هذه اللحظة لا توجد هناك رؤية واضحة، لكن حسب ما يقرأ من أجواء سياسية داخل القبة البرلمانية بأنهم متوجهين على إقالة السيد العبيدي، هذا في الأسبوع الماضي. ماذا سنستجد خلال هذا الأسبوع؟ هذا ما نترقبه تحت قبة البرلمان. نعم، هل هناك كتل بعينها مثلا تقف مع الوزير في قضية الاستجواب الذي حصل، يعني ضد إقالته، كتل كاملة مثلا؟ هل سمعتم بذلك؟ كانت هناك بعض التوجهات لبعض الكتل بالوقوف مع السيد العبيدي في التصويت بالقناعة لأجوبته، لكن ما شاهدناه تحت قبة البرلمان لم يصوت سوى 6 إلى 7 أعضاء فقط مع الموافقة على أو القبول بأجوبته أو القناعة بأجوبته. لذلك أنا أؤكد أنه لحد هذه اللحظة لا توجد هناك رؤية واضحة، لكن أعتقد خلال الأيام القريبة القادمة أو خلال السويعات القريبة القادمة سيكون حسم لهذا الأمر. نعم، هناك من يرى أنه عدم وجود وزير للداخلية، إقالة وزير الدفاع عشية البدء مثلا بعمليات تحرير الموصل، يعني يعتقدون أن هذا موقف مستعجل. هل تتوقع مثلا مجلس النواب يؤجل قضية التصويت على إقالة الوزير العبيدي إلى ما بعد مثلا 2 أو 3 شهور لحين اكتمال التحضيرات أو تحرير الموصل؟ سيد الكريم، كل شيء جائز في العملية السياسية خصوصا في العراق. المتغيرات تؤثر سلبا وإيجابا على العمل السياسي والقرارات السياسية، لكن استجواب السيد العبيدي أعطى فترة زمنية لا تزيد عن أسبوع للتصويت، وفترة لا تقل عن أسبوع ما معناته ما يزيد فهو مفتوح، فأكيد ستكون هناك دراسة ورؤية ووضوح للأمر إذا ما كان تأثير الإقالة من بقائها. نعم، بخصوص مشكلات مشروع قانون العفو العام، يعني بعد مرور هذه الفترة من الخلافات، إلى أي مدى تعتقد أنه تم تجسير الهوة بين ائتلاف دولة القانون وتحالف القوى العراقية تحديدا بخصوص المادة 8؟ سيد الكريم، حتى أتكلم بكل وضوح وبكل صراحة لمشاهدينا الكرام على هذا المنبر الكريم، يعني عندما يكون هناك تفاوضات خلف الكواليس خارج قبة البرلمان وخارج التصوير وخارج الإذاعات وخارج الكاميرا، يكون هناك توافق واتفاق كبير ومتقاربة جميع الكتل السياسية بنسبة كبيرة جدا، لكن عند دخولها إلى قبة البرلمان أو تحت قبة البرلمان والوقوف أمام الأضواء والكاميرات يكون هناك مزايدات. لذلك أنا أعتقد إذا ما توجهت هيئة الرئاسة بأن تكون جلسة إقرار قانون العفو جلسة سرية، أنا أعتقد سيمرر بسهولة جدا وبسلاسة جدا كبيرة. لكن اليوم الخلاف على المادة 8، وهي البعض يذهب إلى إعادة المحاكمة وتحالف القوى العراقية يذهب والبعض الكتل الأخرى يذهب إلى إعادة التحقيق، لذلك توجه الجميع بتشكيل لجنة قضائية هي تنظر الأوراق، وإذا ما وجدت أن هذه الدعوة تحتاج إلى إعادة تحقيق وهذه الدعوة تحتاج إلى إعادة محاكمة فهو القرار لها، وهذا أصبح شبه اتفاق. لكن عندما دخلنا إلى قبة البرلمان كانت هناك مزايدات واختل النصاب داخل قبة البرلمان. أنا أعتقد
إذا الأسبوع القادم يكون هذه الجلسة سرية، أنا أعتقد سيكون هناك توافق واتفاق على إقرار هذا القانون الذي لطالما انتظره العراقيين، وخصوصا والجميع يعلم أنه كثير من الدعاوي كانت كيدية، والمخبر السري الصيت الذي وضع كثير من الأبرياء خلف القضبان. نعم سيد رعد، ماذا سيقول النواب لناخبيهم وهم يتحدثون عن مواجهة الفساد وما إلى ذلك وقبول الإصلاح إذا تضمن مشروع القانون عفوا عن الفاسدين؟ نحن ككتلة نرفض رفض قاطع بأنه يكون هناك عفو عن الفساد، وهذا وإذا ما كان العفو يشمل الفاسدين فهو شرعنة سرقة أموال الدولة وشرعنة سرقة أموال الشعب وشرعنة الوضع الحالي المأساوي الذي يعيش به 4.5 مليون تحت الخيام. لذلك نحن نرفض هذه الفقرة أن توجد في القانون العفو، يجب أن يستثنى قانون العفو عن الفساد وعن المجرمين الذين سرقوا أموال الشعب وأموال المواطنين واليوم يعيشون بأسوأ حالات حياتهم. نعم، من أربيل النائب عن تحالف القوى العراقية رعد الدهلكي، شكرا جزيلا لك.